أصدقائي وصلنا أخيراً لحلقة نهاية الأسبوع اللي منعرف فيها مين نجم الأسبوع ومين الرابح معنا. بدي أذكركم مثل كل مرة ومثل كل حلقة أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم لتكونوا نجوم الأسبوع. رح أذكركم كمان أنه نجم هذا الأسبوع واللي رح يربح معنا رح يربح جائزة مقدمة من تلفزيون الفجيرة، وهي عبارة عن هاتف هواوي نوفا 3i. رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول فاكهة يعود أصلها إلى المناطق الاستوائية في أمريكا، تتميز بلونها الأخضر وشكلها الشائك وطعمها الكريمي ونكهتها القوية، كما أن أوراق هذه الفاكهة وأغصانها تستخدم للطبخ والأغراض الطبية. ما هي الفاكهة الاستوائية التي تتميز بشكلها الشائك وطعمها الكريمي؟ رح كرر عليكم، اللون الأخضر كان بيقول فاكهة يعود أصلها إلى المناطق الاستوائية في أمريكا، تتميز بلونها الأخضر وشكلها الشائك وطعمها الكريمي ونكهتها القوية، كما أن أوراق هذه الفاكهة وأغصانها تستخدم للطبخ ولأغراض طبية. ما الفاكهة الاستوائية التي تتميز بشكلها الشائك وطعمها الكريمي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. مرحبا. مرحبا، مين معي؟ كيفك يا منيحة، كيفك انتي؟ بدي شارك البرنامج ممكن؟ طبعا ممكن، بس تخبريني مين معي؟ فاكهة القصة. مين؟ الإجازة فاكهة. اوكي انا ما سمعت مين؟ فاكهة. طيب اوكي، من وين عم تحكينا؟ وانتي قصة حياتي. انا قصة حياتك؟ وعمري. يا عمري. ودنيتي يا ماما. خلي لي اياكي يا ماما. نوال يا عمري. ماما روحي بقى السما يا ماما. يا عمري بحبك. وانا بحبك، الله يخلي لي اياكي. خلي لي اياكي يا ماما. وشكرا على يا عمري، خلي لي اياكي. يلا باي. ما تسبوني. باي باي. ايش هيك عملتوا حبيبتي؟ ماما الله يخلي لي اياكي وما انحرم منك يا رب. و ما بعرف. رح ناخذ اول اتصال هلا عن جد ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ حليمه. حليمه كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ منيحه الحمد لله. الجواب هو افوكادو. حليمه اكيد. اكيد. طيب اوكي، فاطمه رح تشارك كمان؟ ايه اوكي. الو. اهلا فاطمه، كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني صديقتي شو جوابك؟ الله يخليكم لبعض. حبيبتي الله يسلمك يا رب ويخلي لكم الوالده يا رب. امين يا رب. خبريني فاطمه. الافوكادو. اوكي طيب، متاكدين انتو؟ مليون اكيد. اوكي شكرا لكم حليمه وفاطمه. انا رح ارجع اكرر عليكم اصدقائي المعلومه، كانت بتقول فاكهه يعود اصلها الى المناطق الاستوائيه في امريكا، تتميز بلونها الاخضر وشكلها الشائك وطعمها الكريمي ونكهتها القويه، كما ان اوراق هذه الفاكهه واغصانها تستخدم للطبخ والاغراض الطبيه. ما الفاكهه الاستوائيه التي تتميز بشكلها الشائك وطعمها الكريمي؟ الاصدقاء حليمه وفاطمه اللي شاركونا وقالوا الافوكادو، يعني أنا برأيي تفكروا كمان شوي وتسألوا تشوفوا مين كمان ممكن يساعدكم، تسألوا كمان جوجل لأنه هي لونها أبيض
وكمان نستخدمها كتير للحلويات. مين ممكن كمان الأصدقاء يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم لحتى يكون عندكم فرصة تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. ما الفاكهة الاستوائية التي تتميز بشكلها الشائك وطعمها الكريمي؟ أصدقائي أنا وريمبو عم نستناكم لحتى تشاركونا، فكروا كتير 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 منيح وكتفوا اتصالاتكم لحتى تكونوا نجوم الأسبوع. رح أذكركم كمان أنه اليوم رح نعرف مين نجم الأسبوع ومين أكثر الأصدقاء اللي شاركونا واللي كانت إجاباتهم صحيحة رح يكون نجم الأسبوع ويربح معنا هاتف هواوي نوفا 3i مقدم من تلفزيون الفجيرة. يلا يا أصدقائي بدأ الوقت أو بلشنا نقرب من نهاية الوقت، فكروا كتير منيح لحد هلأ شاركونا حليمة وفاطمة. رح ناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وأنت بخير يا رب. شكرا لك. لا حبيبتي خبريني عرفتي الجواب؟ الكيوي. شو؟ الكيوي. أكيد هي لونها أخضر يعني؟ هلا ايه، بس نحن غالبا بنستخدمها بيكون لونها ابيض، يعني لما توصلنا او اغلب الاستخدامات بتكون باللون الابيض. باللون الابيض يمكن الروبوتات، روبوتات يستخدمها كمان بالحلويات عديبه بنستخدمها كثير. هلا انا مو كثير خبيره بالحلويات بس بتوقع انه الناس اللي بتعمل حلويات بتستخدمها كثير. والله بعد ما عرفت لحد الان. أعطيكي شوية وقت تفكري؟ خلاص أوكي. شكراً لك عديبة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يعني لحد هلأ صار عنا إجابتين، الأفوكادو والكيوي، ما بعرف إذا صح أو خطأ. رح ناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أيوة حليمة. بغير الإجابة. أوكي شو الإجابة؟ ممكن دراجون. الشو؟ دراجون. دراجون؟ اوكي يعني اعطيني شويه مساعده او لفتي. شوفي هلا انا كثير فاشله بالطبخ فما بقدر اعرف شو بالضبط هي الاشياء اللي بتدخل فيها، بس بعرف انه في كثير بالحلويات بيستخدموها يعني بيعتمدوا عليها. هي ناريل شيء ماريل شريفه. لا شوفي لونها اخضر، شكلها شائك، طعمها كريمي، نكهتها قويه. بس انتبهي غالبا احنا بتوصلنا باللون الابيض اللي بنستخدمها بالحلويات بيكون صار لونها ابيض. شبسوك. هي شبسوك. شبسوك. لا طيب اعطيكي كمان شويه وقت تفكري. اوكي اوكي شكرا لك صديقتي. ما الفاكهة الاستوائية التي تتميز بشكلها الشائك وطعمها الكريمي؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. بتوقع في ناس بياكلوها مع العسل ممكن ومع الحلويات كمان. بدأ العد التنازلي للأسف يا اصدقائي ورح ينتهي الوقت. انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما الفاكهة الاستوائية التي تتميز بشكلها الشائك وطعمها الكريمي، والجواب فاكهة القشطة. للأسف يا أصدقائي ولا حدا قدر يعرف الجواب، بس مو مشكلة، ريمبو لسه عنده معلومات تحديات رح نسأله شو فيه ونقول. ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول سلسلة جبال بركانية تقع في شرق أفريقيا تمتد عبر حدود رواندا الشمالية وأوغندا وجمهورية الكونغو، تتألف من 8 براكين كبيرة معظمها خامدة، وهي جزء من سلسلة جبلية أكبر تسمى صدع البرتين. ما اسم سلسلة الجبال البركانية التي تقع شرق أفريقيا؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول سلسلة جبال بركانية تقع في شرق أفريقيا تمتد عبر حدود رواندا الشمالية وأوغندا وجمهورية الكونغو، تتألف من 8 براكين كبيرة معظمها خامدة، وهي جزء من سلسلة جبلية أكبر تسمى صدع البرتين. ما اسم سلسلة الجبال البركانية التي تقع شرق أفريقيا؟ ما بعرف ريمبو اليوم ليش مصعب الأسئلة، بس فكروا كتير منيح، يمكن لحتى يخليكم تسألوا موجودين معكم أو حتى تسألوا جوجل. فكروا كتير منيح أصدقائي، كثفوا اتصالاتكم وحاولوا
تخبروني شو اسم هي السلسلة. هي سلسلة جبلية بركانية تقع شرق أفريقيا. مين رح يكونوا أول أصدقاء المشاركين معنا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. حليمة وفاطمة، عذيبة والشلة، وأكيد كمان باقي الأصدقاء اللي ما شاركونا بالسؤال الأول. أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ خالد. أهلا وسهلا خالد، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبرني صديقي شو الجواب؟ جبال فيرونجا. فيرونجا أكيد؟ إن شاء الله. شكرا لك خالد. أصدقائي شاركنا خالد وكانت إجابته جبال فيرونجا. يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف. فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا حليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ شو؟ جبال فيرونجا. أكيد. شو أكيد؟ أي أكيد. من خالد ولا أنت بتعرفي؟ من خالد. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ تمام. ألو. أهلا أهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ جبال فيرونجا. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لكم حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة يا صديقاتي. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا السحب وتكونوا من بين الرابحين. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. صدف، أهلا. أيوه. وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. شخبارك؟ أنا الحمد لله تمام. خبريني صدف عرفتي الجواب؟ هي. شو؟ جبل فيرونجا. فيرونجا صح؟ ايوه صح. شكرا لك خالد. شكراً. حليمه وفاطمه وصدف جاوبونا وكانت اجاباتهم سلسله جبال فيرونجا. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي ما اسم سلسله الجبال البركانيه التي تقع شرق افريقيا. مين من الأصدقاء رح يشاركونا؟ تذكروا كل ما شاركتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم لتدخلوا معنا السحب. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مرحبا. أهلا مين معي؟ كيفك؟ منيحة. مين معي؟ أنا بديع. أهلا وسهلا بديع، كيفك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. من وين عم تحكينا؟ ممكن تشارك؟ طبعا ممكن تشارك. خبرني من وين عم تحكينا؟ الفجيرة. أهلا وسهلا فيك صديقي. اللي بديع شو الجواب؟ جبل فيرونجا. أكيد. إيه متأكد. شكرا لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة بديع وتكون نجم الأسبوع كمان ومن بين الرابحين. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي واستغلوا الوقت قبل ما ينتهي وخبروني ما اسم سلسلة الجبال البركانية التي تقع شرق أفريقيا. مين من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب ويتصلوا فينا؟ تذكروا أصدقائي إذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد تقدروا تسألوا الموجودين معكم، تقدروا كمان تسألوا جوجل اللي أكيد 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 رح يخبركم اسم سلسلة الجبال الموجودة بشرق أفريقيا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو 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 ألو. شكلهم قطع الخط صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تحاولوا تتواصلوا معنا. أكيد أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 عذيبة؟ أيوة. أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ جبال فيرونجا. أكيد؟ أكيد. أنت بتعرفي ولا أخذتي مساعدة؟ لا خالد وهذا اللي شارك. أوكي شكرا لك عذيبة. مين رح يشارك؟ سيف. سيف كيفك سيف؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني صديقي عرفت الجواب؟ جبال فيرونجا. شكرا. ألو. ألو مين معي؟ سعيد. سعيد خبرني شو جوابك؟ جبال فيرونجا. شكرا لك. مين كمان؟ ألو موزة. هي موزة كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي شو الجواب؟ جبال فيرونجا. شكرا لك موزة. سارة. سارة ولا آمنة. خبريني صديقتي شو الجواب؟ جبال فيرونجا. شكرا لك آمنة. مين كمان؟ ألو ألو سارة. أهلا وسهلا.
كيفك اليوم؟ انت بخير. وانت بخير، شكرا. كيفك ساره؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ جبال في روندا. اكيد. احمد بيشارك. الو الو. اهلا احمد، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. قهوتي بخير. وانت بخير، شكرا. خبرني بخير. احمد شو الجواب؟ الو. قلي شو الجواب؟ الجبال في روندا. شكرا لكم اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. احلى شيء انه بعيد الام كل الاناث لازم تتعايد على فكره، اذا كانت ام او اذا ما كانت ام. شكرا لكل الاصدقاء اللي شاركونا بهذا السؤال. سؤالنا هلا كان بيقول ما اسم سلسله الجبال البركانيه التي تقع شرق افريقيا؟ والجواب اكيد صح، جبال في روندا. الف مبروك لكل اللي شاركونا. ريمبو لسه مخبي تحديات، بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. رح ذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تكتبوا اتصالاتكم وتشاركونا إجاباتكم. رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية وتقع في غرب المحيط الهادي، عبارة عن خندق يبلغ طوله حوالي 2550 كيلومتر ويبلغ عرضه 69 كيلومتر وهو مستطيل الشكل. أخذت اسمها من الجزر القريبة منها والتي جاء تكريماً لملكة إسبانيا وهي نمساوية الأصل. ما اسم أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية وتقع في غرب المحيط الهادي، عبارة عن خندق يبلغ طوله حوالي 2550 كيلومتر ويبلغ عرضه 69 كيلومتر وهو مستطيل الشكل. أخذت اسمها من الجزر القريبة منها والتي جاء تكريما لملكة إسبانيا وهي نمساوية الأصل. ما اسم أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، كمان شاركوني إجاباتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب. كتير حلوة هاي المعلومة، كتير حلو أن نكون منعرفها. إذا ما كنتوا عارفين أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم أو كمان من جوجل. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا. أهلا، مين معي؟ بديع. بديع أهلا وسهلا فيك من جديد. خبرني بديع، قدرت تعرف الجواب؟ خندق مريانا. خندق مريانا أكيد؟ إيه متأكد. شكرا لك بديع، إن شاء الله. أخي الصغير بدي أشارك ممكن؟ مين؟ أخي الصغير بدي أشارك. أخوك الصغير، أوكي يلا تمام. يلا. ألو؟ مرحبا، مين معي؟ عبود. حمود ولا عبود؟ عبود عبود. أهلا وسهلا عبود، خبرني شو جوابك؟ شو؟ عم تستنى بديع يساعدك؟ إيه. طب أوكي يلا شو الجواب؟ عبود خندق؟ أوكي خندق مريانا؟ أوكي. شكرا لكم أصدقاء، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. بديع عبود قالوا إنه الجواب خندق مريانا، يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، أكيد لازم نستنى لنهاية الوقت. فكروا كتير منيح أصدقائي، وإذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم مثل ما بديع ساعد عبود، وبتوقع كمان بديع أخذها من جوجل فبتقدروا كمان تطلبوا المساعدة من جوجل. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم، ما اسم أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية؟ مين من الأصدقاء كمان ممكن يعرفوا؟ بديع عبود قالوا إن الجواب خندق مريانا، يا ترى صح أو خطأ؟ لازم نعرف، إن شاء الله رح نعرف بنهاية الوقت، ريمبو رح يخبرنا. أما هلأ كل اللي عليكم إنكم تفكروا كتير منيح، تبحثوا عن هاي المعلومة وتشاركوني إجاباتكم. هي أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية وتقع في غرب المحيط الهادي، عبارة عن خندق يبلغ طوله حوالي 2550
60 كيلومتر ويبلغ عرضه 69 كيلومتر، وهو مستطيل الشكل أخذت اسمها من الجزر القريبة منها والتي جاء تكريماً لملكة إسبانيا وهي نمساوية في الأصل. ما اسم أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية؟ يا ترى معنا اتصالات أو لا؟ حليمة وفاطمة، خالد صدف، وكمان شلي رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو حليمة؟ أيه. أهلا وسهلا، خبريني حليمة شو الجواب؟ خندق مريانا. أكيد؟ أكيد. طب حليمة شو رح تعمل للماما اليوم؟ أنا؟ بعمل لها كيكة. أوكي. أوه. جبتي لها هدية ولا لا؟ لا بعد هسه. اوكي لازم تلحقي بسرعه بسرعه تجيبي له هديه قبل السهره. شكرا لك حليمه. فاطمه رح تشارك؟ فاطمه الو خندق قيم. خبريني مريانة. خندق مريانا صح؟ ايه. شكرا لك يا فاطمه. انت كمان رح تعملي كيكه مع حليمه ولا رح تتركيها لحالها تشتغل؟ نفس الشيء. أوكي شكرا لكم حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء لازم يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، خبروني كمان شو رح تعمل لوالداتكم اليوم. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو أيوة عذيبة. الجواب خندق ديانا. أوكي في حدا رح يشارك؟ أيوة شلة. أوكي. ألو سيف؟ خبرني سيف شو جوابك؟ مريانة. سيف مريض كأنه صح؟ سلامتك. موزة؟ خبريني موزة شو الجواب؟ حبات مريانة. شكرا لك. مين معي؟ سعيد؟ سعيد. أيوة سعيد. ألو سارة ولا آمنة؟ آمنة. آمنة قولي لي شو جوابك آمنة. خندق مريانة. شكرا لك. مين كمان؟ ألو سارة؟ سارة. سارة شو جوابك؟ خندق مريانة. أكيد؟ أكيد. شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، اتصال ومنقول ألو. ألو مين معي؟ رناد سالم. أهلا وسهلا رناد، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ خندق مريانة. أوكي رناد، فكرتي شو رح تعملي للماما اليوم ولا لا؟ إيه. شو؟ كيكة وبجيب لها هدية. شكرا لك رناد. أصدقائي للأسف بدأ العد التنازلي ورح ينتهي الوقت. انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية، والجواب أكيد صح خندق مريانا. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي عند أي لون وقف؟ ريمبو وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو جبل في الجهة الشرقية للمسجد الحرام ويبلغ ارتفاعه 420 متر تقريبا. هو أول جبل وضع على الأرض ويسمى أيضا بالجبل الأمين بسبب احتفاظه بأمر من الله بالحجر الأسود في بطن الجبل. ما هو أول جبل وضع على الأرض في الجهة الشرقية للمسجد الحرام؟ رح كرر عليكم هاللون الأزرق. كان بيقول هو جبل في الجهة الشرقية للمسجد الحرام ويبلغ ارتفاعه 420 متر تقريبا. هو أول جبل وضع على الأرض ويسمى أيضا بالجبل الأمين بسبب احتفاظه بأمر من الله بالحجر الأسود في بطن الجبل. ما هو أول جبل وضع على الأرض ويوجد في الجهة الشرقية للمسجد الحرام؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة تكونوا من بين الرابحين. رح ناخذ اتصال أو ما في اتصال؟ لسه ما في اتصال، بس لسه أصدقائي أنا وريمبو عم نسمعكم وعم نستنى تشاركونا أول اتصال ونقول ألو. ألو. ألو مين معي؟ ألو مين؟ حليمة. حليمة صوتك بعيد، خبريني حليمة قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ جبل أبي قبيس. حدا ساعدك؟ ماما. الله يحفظها يا رب. طيب فاطمة رح تشارك؟ فاطمة؟
الو ايوه شو الجواب؟ جبل ابي قبيس. شكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه صديقاتي. حليمه وفاطمه قالوا انه الجواب جبل ابي قبيس، يا ترى صح او خطا؟ لازم تكملوا معنا الوقت المخصص لهذا السؤال ونقدر نكتشف شو هو الجواب الصحيح. فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، اكيد اذا ما كنتوا عارفين الجواب بتقدروا تسالوا الموجودين معكم، وكمان بتقدروا تسالوا جوجل ما هو اول جبل وضع على الارض ويوجد في الجهه الشرقيه للمسجد الحرام. مين من الأصدقاء حيشاركونا باقي الشلة؟ رناد، وللأسف السؤال الماضي ما قدرت أو ما لحقت أخذ جواب رتاج، لهيك أنا وريمبو عم نستنى مشاركتك رتاج وتخبرينا شو الجواب. يلا يا أصدقائي مين كمان رح يشاركنا؟ فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم لحتى يكون عندكم فرصة تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. يا ترى معنا اتصال أو لا؟ حليمة وفاطمة شاركونا اتصال جديد ومنقول ألو. ألو عذيبة. أيوة أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ جبل أبي قبيس. أكيد أكيد. حدا ساعدك؟ لا. أوكي شكرا لك عذيبة. مين كمان؟ موزة. هيه. أوكي شو الجواب؟ جبل أبي. أوكي قبيس. قبيس شكرا لك موزة. ألو ألو سارة ولا آمنة؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني أول شيء محضرة شيء لليوم للماما ولا لا؟ هيه. شو؟ كل عام وهي بخير. وأنت بخير، بس خبريني سارة شو محضرتي لها؟ مفاجأة. ما بدك تقولي لي ولا هي عم تسمعنا؟ تسمعنا. أوكي خلاص ما رح أخرب لك المفاجأة، الأحد بتخبريني. أوكي قولي لي شو جوابك؟ جبل أبي قبيس. شكرا لك سارة. مين كمان؟ أنا. أيوة مين معي؟ سيف. سيف قولي سيف شو الجواب؟ جبل أبي قبيس. أوكي مين كمان؟ ألو أهلا أهلا مين معي؟ آمنة. آمنة أهلا وسهلا. خبريني آمنة أنت كمان فيك تقولي لي المفاجأة ولا لا؟ ايوه فيك تقولي لي؟ كل عام وانتي بخير. وانتي بخير، بس قصدي المفاجاه اللي انتي محضرتيها. شو؟ لا صح؟ خلص ما رح اخرب عليكم مفاجاتكم، الاحد بتخبروني. قولي لي شو الجواب؟ جبل ابي قبيس. اكيد؟ اكيد. شكرا لك امنه، مين كمان؟ الو سعيد. سعيد قولي سعيد شو جوابك؟ جبل ابي قبيس، كل عام وانتي بخير، كل عام. شكرا سعيد. مين كمان؟ خلصت الشلة بتوقع، باقي أحمد. باقي حدا؟ أنا. مين معي؟ أحمد. أحمد خبرني بكل حماس شو الجواب؟ جبل أبي قبيس. شكرا. ماما بخير وأمك بخير. شكرا لك يا صديقي، الله يحفظ أمي وأمهاتكم وأمهات الكل ويرحم أمهاتنا كمان اللي فقدناهم. شكرا كثير لكل الأصدقاء اللي شاركونا. مين لسه من الأصدقاء كمان ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا رب. يا رب لسه عم بتعي. فكروا كثير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. لحد هلأ كل الإجابات جبل أبي قبيس. رح ناخد اتصال ونقول ألو. مين معي؟ رناد سالم. رناد أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ جبل أبي قبيس. أكيد أكيد. طيب رتاج رح تشارك؟ إيه بقول لك شيء. قولي. كل عام وانت بخير. نعم؟ كل عام وانت بخير. شكرا وانت بخير. طيب رناد قولي هيك كلام لوالدتك، قولي شو بتحبي تخبريها؟ شو؟ تقولي لأنك بتحبيها كثير مثلا؟ ايه. اوكي يلا سمعيني شو بدك تقولي لها؟ انا احبك امي. الله يخلي لك اياها يا رب. ناخذ الجواب من رتاج. الو رتاج كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ جبل أبي قبيل. شكرا لكم صديقاتي، للأسف بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو أول جبل وضع على الأرض ويوجد في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، والجواب أكيد صح جبل أبي قبيس. ألف مبروك لكل اللي شاركونا أصدقائي، لا تروحوا بعيد أبدا، لسه في آخر جزء من حلقتنا لليوم، رح نطلع بريك وراجعين.
شكراً لكم أصدقائي لنكمل الجزء الأخير من حلقتنا. أنا كتير متحمسة نعرف مين الفائز. رح نشوف اوكي رح ناخذ اللون الاحمر ونشوف مين نجم الاسبوع ومين اللي ربح معنا. اوكي انا غشيت شفت الاسم. الف مبروك صديقتي صدف من خورفكان، انت الرابحه معنا. طبعا صدف ربحت هاتف هواوي نوفا 3 اي مقدم من تلفزيون فجيره. الف مبروك يا صديقتي. لا تنسوا اصدقائي تكفوا وتكملوا اتصالاتكم وتضلكم معنا نهار الاحد القادم. انا ورينبو خلص مشوارنا معكم، بدنا نقول لكم باي باي.